معايا؟ طيب احنا وصلنا ان احنا نقول ايه؟ تسكى معايا ولا ايه؟ تمام يا دكتور. احنا وصلنا ان احنا بنقول اف ان التاج بتاع التاج اي دي اللي هو جوه الفايل لو بيساوي الاي دي اللي بيسيرش عليه. الحاله ديت انا هبدا اقول له ايه؟ هعمل فانكشن ثانيه، هقول له فانكشن او اسميها مثلا برنت امبلوي داتا مثلا خلاص. برنت امبلوي داتا دي بقى فانكشن هتطبع، انا عايز اعملها جوه فانكشن، وبالتالي عشان تطبع انا محتاج بيانات الموظف كله اللي هو الامب بقى اللي هو مين؟ الاي ام بي، لان الاي ام بي هو ده اللي نقيت منه الاي دي وهو ده اللي فيه بقيه كل حاجه، ده فيه بقيه كل الايه؟ الحاجات التانيه اللي انا عايزها. طب إلس ما ينفعش إلس هنا، ما ينفعش احط هنا إلس، إلس يبقى اقول له مش موجود، ده ما ينفعش. ليه؟ لان انا ممكن ادور على واحد ما الاقيش الاي دي بيساوي الاي دي او التاج، فمش معنى كده ان هو مش موجود، ممكن يكون موجود في التاج الثاني الانجليزي الثاني او الثالث او الرابع، فانا مضطر ان اللوب كله يخلص، اللوب كله يخلص عشان اتاكد ان هو يعني الموضوع انتهى او خلاص ما بقاش نافع. فانا هنا بالنسبه لي لو قلت له برنت خلاص هقول له ريتيرن ترو بالنسبه لي، لان كده انا اتاكدت ان انا لقيته. تمام، بره الفور، الفور الاولى بعد ما اللوب كله يخلص معناه ان هو اللوب كله خلص وما لقاش ما عملش ريتيرن ترو، وقف في الحاله دي بس اللي هيقول له ريتيرن ايه؟ فولس. حاله نوع يدور 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 ما لقاش. مفهوم يا شباب؟ وبالتالي هو جاي بقى عامل فانكشن اسمها برنت امبلي ديت عشان اقدر اطبع. برنت امبلي ديتا لو جيت عملت ديف وقلت له برنت امبلي ديتا طبعا لازم تستقبل امب از اي ارجمنت، تمام، وابدا جواها اكتب برنت امبلي ديتا وابدا اكتب. تمام، حلو. طبعا انا كاتب هنا كامل كيس بس كنت المفروض اكتبها مش مشكله. ادي الامب اهي، هجي هنا وانا اشتغل عليها. احنا بس ايه كاسمه ده كبايثون بنحب ان احنا نكتب كله كامل كله سمول كيس اقلب مني سيرش فور اف اي وانا برنت اندرسكور بي يعني فرق بالاندرسكور ماشي. برنت هنعمل برنت بسيطه اغير برضو الاسم اهو، هعمل برنت بسيطه خالص نطبع بس البيانات بتاعته العاديه الاساسيه بتاعتي العاديه جدا اللي ما فيهاش يعني شغل كتير ولا حاجه، يعني مش محتاج ان انا اعمل حاجات معقده دلوقتي، اللي احنا عرفنا قبل كده ان احنا نقدر نشتغل مع البيانات ازاي ونبدا نعرضها ازاي. المهم ان انا عايز انقي بيان بيان وابدا اعرضهم بشكل او باخر. فانا عندي في الفايل كنت عامل شويه حاجات كتير، كان عندي هنا في اوتو نمبر في هنا اي دي وفي شويه حاجات كده. طيب خدوا بالكم ده يهمني عشان اشتغل عليه شويه حاجات كده، اما ده بالنسبه لي اليوزر بيدخله، كل ده اليوزر بيدخله، بس ده انا مفترض بعمل له اوتو نمبر عشان احافظ بس على الموظفين اللي يخشوا عندي. طب على المهم وده اتريبيوت مش يعني ده خاصيه ما هياش تاج زي الاي دي وزي النيم وزي انا عملتها عشان بس تعرفوا تفرقوا ما بين الاثنين كشغل، يعني تبقوا فاهمين الاتريبيوت بيشتغل ازاي والتاج بيشتغل ازاي. وبناء عليه طبعا انا ممكن دلوقتي لو قلت لكم برنت وخلصت واشتريت دماغي قلت له برنت الام طبعا هيطلع لي اوبجكت تفاصيله مش هتبقى واضحه، خليني اجرب واوريكم اللي هيحصل. طبعا لو عايزين نشتغل هنشتغل على طول على سيرش فور، يعني هنادي بس على الفانكشن اسمها سيرش فور كده انا في الرئيسي بره الفانكشنز، لان احنا طبعا عايزين اول حاجه ما نشتغل يرن على طول السيرش فور. ف هقول له رن، قال لي في عندي اخطاء لاين 1 قال لي اكس ام ال والاي 3 الاي 3 بارس ايرور ماشي واحد ايه الخطا احنا كنا عاملين ايه
انا كنا عاملين امبورت اكس ام ال اي 3 سي اليمنت 3 وعملنا له از اكس ام ال، ده الاختصار بتاعه. بعد كده بناخد من الاكس ام ال بنقول له بارس وهكذا. طيب هنرجع نشوف الايرو تاني من الاول. قال لي هو ما قدرش يفتح الفايل، الفايل ذات نفسه. ماشي. لو خدوا بالكم حاجه عندنا غلط، ان هم راحوا بصوا ار ام اي على السي على اليوزرز على عدد الاب داتا لوكال بروجرام بايثون مش عارف ايه، دخل في الاصل هناك. انا مش عايز اقول له كده، انا عايز اقول له انا جوه الفايل اللي هنا، انا مش ما تروحش بعيد، انا مش ما تروحش بعيد خالص، انا مش محتاج ده كله، انا بس خش من الرئيسي بتاع البروجكت بتاعنا، انا عايز تدور على. طيب خلينا كده نجرب. هو مش قادر يجيب ده لانه برضه هو باصص على الفايل الرئيسي اللي هو كان بره. طيب احنا في العاده بتاعتنا لما كنا بنشتغل مع الفايلز العاديه كنا بنعمل كده صح، ديتا سلاش ناحيه الشمال، وهو ده اللي احنا عاملينه. ممكن اقرا كده صح، ممكن يكون عايز ياخد الفول باس بس احنا مش فاضيين للفول باس، وليكن. طب تعالى نجرب. نحط هنا اوف نشوف بس المشكلة دي اللي عنده ولا عنده مشاكل نفسية أخرى. اوه ما قريتش بالتفصيل، هو بيقول لك ليه اسمين ديكلاريشن نوت ويل فورم. احنا لخبطنا، احنا ما احنا بصينا على الفايل مش عايز يفتح فوقفنا، لكن هو فعليا بيقول الاكس ام ال ديكلاريشن مش مظبوط، فهو مش قادر يفهم الفلاين 1، يبقى احنا كاتبين حاجه غلط جوه الاكس ام ال فايل ذات نفسه. ممكن يكون انكودنج. هنرجع كده تاني، احنا كنا بنجرب، كنت بجرب وبشيل بحط الباس كله، بس طبعا ده مش حلو. هرجع للاصل الفكره. وبسم الله تاني ونعمل رن. ايوه طيب، بس كانت ايه؟ كنا كاتبين كلمه انكودنج هنا، كنا كاتبين غلط، وبالتالي هو ده كان معانا، هو قرا الفايل بس ما قدرش يفهم يعني ايه انكودنج، دي كانت مكتوبه غلط وبناء عليه ضرب. قلت له خلاص ظبطناها في الفايل، فبناء عليه هو قرا، وبالتالي قال لي انتر ذا اي دي اوف ذا امبلوي يو وانت تو سيرش فور، هات اي رقم انت عايز تبحث عنه. قلت له انا عايز ابحث عن رقم واحد. لما جيت دوست انتر هو هنا ما عملش حاجه صح؟ ماشي، لان طبعا انا ما قلتلوش لو فولس تعمل ايه ولو ترو تعمل ايه. خش على الاكس ام ال تاني، احنا عندنا هنا ايه؟ ده هنا الاوتو انه طيب احنا لو رجعنا كده بصينا تاني وقلنا احنا بنسيرش، احفظ احنا بنسيرش على الاي دي، انا اخدت الاي دي وهنا كده دي غلطه. هنا اهو في الفانكشن دي انا كده بدور على تاج اسمه الاي دي، بدور على تاج اسمه الاي دي تمام.
فانا انا معلش لخبطت ما بين ان انا بدور على التاج اللي اسمه الاي دي وانا بدور على الاوتو نمبر. لا انا بدور على التاج اللي اسمه اي دي اللي هو مدخله اليوزر، اليوزر ما عارفش الاوتو نمبر. وبناء عليه هو بيدور بيدخل الاي دي بتاعه وانا دخلت على التاج وبدور عليه. ولو كانوا متشابهين ببدا اعمل. طيب انا ما اشتغلتش معايا. وبناء عليه انا كونفيوز دلوقتي مش فاهم هو ايه اللي حصل. فهقول له برنت مثلا. وهقول له التاج اي دي اللي هو جوه الفايل يعني. وهقول له اطبع لي جنبيه التاج اي دي. تمام؟ وكوما كده وقول لي الاي دي اللي هو السيرش اللي احنا بندور عليه. هتقول لي السيرش هتطبع لي الاي دي اللي هو كان بيبحث عنه. مجرد بس انا اشوف بس ايه اللي حصل يعني معلش. يعني مجرد احنا نشوف ايه اللي حصل. فانا قلت له ايه؟ قلت له رقم واحد. قال لي بص انا التاج اي دي 121 وانت بتبحث على واحد. وانا 122 تبحث عن واحد ما لقيتش. وده صح مفيش واحد. بس هو ليه ما ردش عليا؟ ان انا مش مظبط اصلا ان هو يرد عليا. المفروض اقول له ايه؟ سيرش فور دي الفانكشن بتريتيرن ترو اور فولس صح؟ فممكن اقول له لو كانت بتساوي فولس هقول له مثلا برنت الابلي بس افهم ايه اللي حصل. طبعا لو ترو هو خلاص هيكون عرض بياناتي. لو جينا جربنا تدور له على رقم واحد قال لي طبعا طبعا انا عايزين نفهم انه قال لي في نوت مش موجود. انا هشيل بقى البرنت اللي احنا كنا عاملينها خليها بس كده هيشها خليها موجوده. لكن لو نيجي بالرن ونقول له رقم واحد قال لي الموظف ده مش موجود. طب مثلا واحد اثنين واحد كانت ولا انا مش فاكر. واحد اثنين واحد ايوه. بعدين واحد ده موجود المفروض. ندوس انتر قال لي اهو element اسمه employee وادي الاوبجكت بتاعي. طبعا الاوبجكت ده ليه؟ لان انا ليه طبع الكلمه دي هو موجود ولا يحكي عندنا. المهم ان هو بلا يفهم مش موجود بيقول مش موجود موجود بيطبع لي الاوبجكت بالشكل ده. انا مش عايز اطبع الاوبجكت بالشكل ده. يعني برنت دي مش عايز اكون بالفكر ده. عايز اشتغل واطبع بيانات تكون مفهومه بالنسبه لليوزرز عشان اقدر امسك الاي دي امسك النيم امسك واقدر اشتغل. وبالتالي انا محتاج مثلا هقوم عامل فاريبل اسمه الاوتو نمبر الاوتو نوم او الاوتو نوم كده. والاوتو نوم ده انا عايز اجيبه من الامبلي. انا معايا الامبلي اهو فاقول له امب دوت عشان اجيب اتضاعه تلاحظوا الدوت تكست عرفناها يعني اللي ما بين التاج وقفلته. وبقى الحاجات دي احنا عارفينها اصلا اللي هي الانسيرت والاندكس والريموف اللي ده على صينيه التاج اللي هي زي زي الليست اللي مش قضيه الوقت. لكن في حاجه اسمها اتريب. اتريب اللي هي خصك الاتريبيوت. فلو قلت له اتريب كتبت اسم الاتريبيوت اللي انا بدور عليها اللي هي كان اسمها اوتو ان او كده اهو. انا مسكت انا بقول له دور لي على الاتريبيوت اللي اسمها اوتو ان او اللي جوه الام. وبالتالي هو ماسك الام بي الاولاني ده فهو بيدور هنا في الاتريبيوتس اللي هنا. انا ممكن اكون حاطط كذا اتريبيوت مثلا انا جايب له اوتو ان او كاتب له مثلا ليبل مثلا كده ماسك كده مثلا ليبل عنوان كذا واوتو ان او. انا دلوقتي بقول له انا عايز اتريبيوت اسمها اوتو. وبالتالي لما قلت له اوتو ان او ف هيجيب الاوتو ان او يحط لي جوه الفاليو. بس مش هقدر امشي مع الباقي بنفس التفصيل لان الباقي كله تاجز. يعني ايه تاجز؟ يعني انا محتاج من هنا الاي دي التاج اللي اسمه اي دي اخد التكست بتاعه. النيم اخد التكست بتاعه. الجوب اخد التكست بتاعه وهكذا. لكن ده الوحيد اللي انا لقيت منه الاتريبيوت على طول. طيب الباقي هيشتغل ازاي؟ هقول له سهل. الباقي عندي الاي دي والاي دي ده انا هجيبه ازاي؟ اقول له ام دوت فايند هيقول لي في فايند اكتب لي اسم التاج.
الفايند دي بنجيب منها اسم الايه؟ اسم التاج. فانا اقول له التاج كان اسمه التاج اللي اسمه اي دي. رجعنا كان التاج كان اسمه اي دي. ومنه دوت تكست يعني اللي ما بين فتحه التاج وقفلته اللي هو بالنسبه لي اللي هو 121. نفس الاسلوب ده كوبي بيست عند مين؟ النيم صح ولا ايه؟ النيم واجيبه برده من النيم. ها عند ايه تاني؟ عند الجوب والفون جوب عند الفون عند ايه تاني؟ سالري ايميل. الجميل كده انا جبت القيم دي، جبت الكلمات دي الكلام ده خلاص اطبعه بقى. مش شايف ان انا عايز اطبعه بيه؟ شوف بقى انا عايز اطبع ازاي واطبع تمام. شكل انا عايز اطبع بيه فانا بالنسبه لي اختصارا كده بشكل بسيط للطباعه، فهقول له برنت تمام وأقوم جاي أعمل كده خط مثلا وبعديها أقول له مثلا إيه برنت طبعا هات مثلا أي دي وقيمته كده. أقول له مثلا الأوتو نمبر الكولون وجنب الأوتو نمبر ده أحط الإيه اللي أنا كنت الفاريبل بتاع اللي سميته أوتو إنه أقول له أوتو النقطة. بعد كده عند مين؟ واحد يقول لي يعني مثلا هنا المين، خلينا الوقت انا هوريكم المثال تاني. المين وبعد المين الفون الفون سري نسال دي الايميل نسال حاجه نسال جو فين الجو. خلينا نعمل الجو. طب الجو احنا واحد يقول لي طب احنا عندنا ملف اكس ام ال بتاعنا احنا جربناه كان فيه ليبلز، كان فيه ليبلز هنا والليبلز دي ظابطه العنوان. انا ممكن اكون عايز الليبل ده في الجوب تايتل او بالعربي او فانا عايز اعرض ده. اقول له خلاص يبقى من الاتريبيوتس يعني بدل ما انا مثبتها كده بايديا انا ممكن انادي عليها. انا اعمل لكم واحده والباقي نفس الفكره يعني. اعمل واحده يعني طبعا ممكن اجيب دي من تحت من جوه ودي من جوه، انا هجيب واحده بس اللي هي الجوب مثلا، والباقي طبعا لو عايز تجيب الباقي كله من الملف اوتوماتيك هتعرف تجيبه من الملف ايه بشكل ايه؟ بشكل اوتوماتيك، لان هي نفس الفكره يعني. ايه نفس الفكره؟ انا معايا مثلا دلوقتي عايز اجيب الجوب ومنها اجيب الاتريبيوت بتاعتها. اجيبها ازاي؟ انا عندي ام خلاص وهقول له دوت فايند فايند يوتو فايند جوب كده اهو زي الحته دي بالظبط. ام دوت فايند الايميل السالري الجوب. بس كل ما اجيب التكست بتاعه اقول لا المره دي مش عايز التكست بتاعه، انا مش عايز، انا جبت انت جبت الجوب اهو صح. لو تو دوت تكست هجيب التكست ده، لا انا عايز اجيب الليبل، والليبل ايه اتريب اللي هي اتريبيوت صح. طب اقول له بقى بعد ما جبت لي كده الجوب حضرتك هقول له دوت ايه ادي الاتريب اهي انا عايز الاتريبيوت وما اسمها اللي هي اسمها ليبل انا عايز الليبل. فكده هيبدا يعرض الايه بس ده كده اللي انا عملته ده بشكل دايناميك تمام. الباقي ده انا مثبته ستاتيك يعني ليترال سبس. اما ده انا جبت البيانات بتاعته بشكل دايناميك. هجرب على نفس وضعنا بس احنا خلينا الطباعه تبقى مهندمه اهي على الكلام ده بس الايه الامر بتاع الطباعه. نعمل ان طبعا رقم واحد يقول لي نوت فاوند نوت اكزيست على طول
قلت له طيب كان في عندي واحد اثنين اثنين، قال لي ايوه، قام جاب لي واحد اثنين اثنين اللي هو رقم اثنين محمد ابراهيم ورقم تليفون والسالري والايميل بتاعه والجوب تايتل، نسينا نحط انه كولون شغال، لكن طلعت نجرب تاني على واحد اثنين واحد، ادي اللهم وادي بيانات الشخص اللي احنا بنبحث عنه اللي هو الاوتو نمبر بتاعه واحد، ما عرضناش الاي دي اللي هو الاي دي بتاعه كان اللي هو واحد اثنين اثنين اللي احنا بنبحث عنه. قلت له صح عندك حق، اللي هو الاي دي حتى هو باين هو معلم عليه ان هو ايه ان ده نوت يوز، بس هو نو. قلت له نوت بروبلم، يعني احنا هناخد بس الاي دي نعمل زي ده وعرض هنا الاي دي، وبالتالي لما ابحث عن واحد من واحد بدا يظهر لي رقم واحد اللي هو الاي دي كذا، الاسم كذا، الفون والايميل. ماشي بقى شباب النيل، ده كده اخدنا ازاي نسيرش جوه الفايل اكس ام ال وازاي نبرنت الداتا. في اي اسئله ولا الدنيا مفهومه ولا مش معايا اصلا ولا ايه؟ تمام يا دكتور، تمام. واصله ولا في مشكله؟ انا واصله عندي. تمام طيب الباقي حسيت النهارده الجروب مخيم على ال الليكتشر دي، مش عارف كده مفهوم التركيز. تمام يا دكتور، هي بقى واضحه الفكره. تمام لما تيجوا تطبقوها هتلاقي نفسك ايه ممكن تتلخبط بعض الاحيان، ايه اترب ولا فايند ولا مش مهم، دي بالتعود هتلاقي نفسك بدات تركز عنها، فاهمني؟ لكن انا بحاول اعرض لك كل الحاجات اللي هي الاساسيه قوي بحيث تقدر تستخدمها، لكن ان شاء الله خير. فهي كده هتبقى بسيطه، بس انت لازم تتعود عليها الاول وعلى اسلوبها وتبقى مكتوبه عندك عشان تقدر ترجع لها. سيب بس لو احنا عايزين ناخد نستفيد يعني اللي احنا عملناه وان احنا هنعمل بقى ايه ريسيرش بقى، عايزين نبرنت اول ديتا، يعني نطبع البيانات كامله، نطبع البيانات بالكامل يعني كل البيانات اللي موجوده في الاكس ام ال فايل. فانا هعمل كده سيباس وخلي ده 18 تمام، و قوم جاي بقى ايه، انا مش عايز الفانكشن اسمها سيرش فور دي، خلي البرنت، انا هستخدم نفس البرنت عشان ما اضيعش وقتي، ودي مش هسميها سيرش فور امبلي داتا، هقول له شو هول امبلي، يرد كل بيانات الايه الموظفين، اسمها شو هول امبليز، يرد كل بيانات الموظفين، وبالتالي لما اجي انادي هنا في الصفحه بتاعتي هقول له شو هول امبليز، يرد لي الكود عشان دي تفاير يعني تشتغل.
كل اللي هعمله ان انا اعمل ايه؟ ان انا عايز اعمل لوب على الاصل، لان الاصل هيبقى مليان اكتر من تاج اسمه جلي. انا عايز اطبع الجلي الاول كده كده. البرنتايه بتاخد الامب، فانا اعمل لوب، واول ما امسك اول امب لي وابعته للبرنت، ثاني امب لي وابعته للبرنت، ثالث امب لي وابعته للبرنت، وخلاص انا عايز اعمل لوب عليه بس مش اكتر من كده. اقول له فور امب، خلاص ام امبليز احنا اللي هي البيانات كلها على بعضها دوت فايند اول، هتدور في كل الايه اللي جوه، هيقول لي طبعا اسم التاج التاجات، فهقول له جمع لي كل التاجات اللي هي اسمها ايه، التاجات اللي اسمها امبلي، كده يمشي كل الامبلي از ليست كده زي ليست كل امبلي، ويحط اول واحد في الام واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده واللي بعده، تمام. وجاي اعمل ايه؟ هقول له بس يعمل لي برنت الامبلي داتا اللي هو بشكل الامب اللي موجود عندي، وخلاص على كده، ومش محتاج اكتر من كده غير بعد اللوب يخلص ان انا ممكن اعمل مثلا برنت اخد خط كده عشان اعمل فاصل واعمل برنت اكتب فيها end of employees lists نهاية قائمة الموظفين، يعني هعرضه الكرار بعده خلاص. تعال بينا نجرب الايه الفانكشن بتاعت show on employees. لو كنا عملناها كده طبعا هي بتراجع على طول اوتوماتيك مش اي تدخل. قال لي رقم واحد الاي دي اسمه كذا، اسمه فريد، البيانات اهي عرضها لي، ورقم اثنين الاي دي بتاعه كذا، بياناته اهي عرضها لي، وقال لي لو في employees list كده نكون عملنا اللي هي show all employees، فانكشن اسمها show all employees. يا شباب مفهومه ولا ايه؟ تمام يا دكتور، واضحه الفكره. احنا بس نقدر نحط كاونت تحت يا دكتور لل، ونعمل شويه عمليات كده اللي هي الاجريجيشن بتاعتنا. طب بقى يعني بس اتفتح نفسنا يعني. طيب لو احنا عايزين مثلا نعمل مثلا ممكن نعد ان كاونتر ابدأها بزيرو، تمام، عشان عايزين نجيب مثلا عدد الروز او عدد الامبلويز اللي جت. فعملت انا فاريبل سميته امبس كاونتر او امب كاونتر، خليه امبس كاونتر. ومع اللوب بقى انا بعمل ايه؟ مع اللوب انا بانكريز اسف الكاونتر، يعني بقول ايه ان ده بيساوي زائد بيساوي واحد، كل مره يزيد بواحد كل مره يزيد بواحد، خلاص كده بقى معايا عدد الايه الموظفين. خلاص فممكن بدل ما اقول له end of employees list اقول له number of rows returned ومجاي ايه عرض له ايه employees counter. لو جيت عملت كده اهو جاب لي الاول وجاب لي الثاني وقال لي نمبر اوف روز ريتيرنت اللي هم اثنين، لو خمسه يجيب لي خمسه، لو 10 يجيب لي 10 الى اخره. كده نكون عملنا اللي هي الايه؟ اللي هي عرض كل الايه؟ كل بيانات الموظفين اللي عندنا. ماشي؟ تمام. مين اللي بيرد عليا؟ فريد يا دكتور. فريد تمام. يا ريت الناس تشارك اي حاجه كده عشان احس الناس بتابعه. اللي بقول لكم هدوء مخيم كده النهارده مخليني مستغرب. تمام يا دكتور. شويه
طبعا احنا عملنا العرض خلاص، عرض البيانات بتاع شخص واحد وعرض البيانات بتاع واحد. لسه عندنا عمليات اساسيه، الاضافه، تعديل، الحذف. ف عشان اقدر احذف واحد اتاكد ان هو موجود، عشان اقدر اعدل واحد لازم اتاكد ان هو موجود، عشان اقدر اضيف واحد اتاكد ان هو مش موجود مثلا. وبالتالي في فانكشن اساسي قوي هو موجود ولا مش موجود، يعني اعملها فانكشن منفصل موجود ولا مش موجود، لان تهمني في ان انا اقدر اتعرف عن الشخصيه موجوده مش موجوده. طبعا في الاضافه لازم يكون مش موجود، اما في الديليت وفي الابديت، في الديليت وفي الابديت لازم يكون موجود عشان اقدر احذفه او اقدر اعدل. وبالتالي في فانكشن تقول لي هو موجود ولا مش موجود بس، ودي بالنسبه لي فانكشن 1. وبالتالي انا هعمل another example. اذا كان لا مش عارف مش محتاج دلوقتي ولا شو ولا برنت ولا كلام من ده، تقول شيء تمام. انا بس كل عايز تشوفوا الافري exists ولا لا، وترد تقول لي اه ولا لا. طبعا الفانكشن عشان تشتغل محتاجه انك تبعت لها بيانات اللي انت عايز تشيك موجوده مش موجوده. يعني مثلا ايه، احنا بنبحث بالاي دي او بالاي دي، يبقى خلاص يبقى ابعت لها الاي دي وهي ترد تقول لي الاي دي ده موجود ولا ما هوش موجود، او الايميل او الاسم اي حاجه. انا يعني بالاي دي، بالاي دي ده موجود ولا ما هوش، ما هوش موجود تمام. exists موجود، هديها اول حاجه ايه فولس، يعني باي ديفولت هي هو مش موجود الى ان يثبت العكس، فانا اديتها اول حاجه هي فولس تمام. وهبدا اعمل لوب اعدي على الاول اشوف موجود ولا مش موجود، الثاني الثالث الرابع الخامس العاشر، يا اما في الاخر تبقى موجود يا اما في الاخر تبقى مش ايه مش موجود على حسب. فالاول انا اعمل لوب اقول له فور ام ام اي، قلت له جوه ادور جوه الامبليز الامبليز بتاعتي خلاص دوت فايند، هيقول لي هتفايند على تاج اسمه ايه تمام. التاج ده انا لا الاول انا فايند هو لازم، ان انا هقول له جيب لي كل الايه التاجز اللي اسمها امبليز تمام. فلازم اقول له دور لي جوه الامبليز، وبالتالي الام هيبقى اول مره التاج الاول بتاع الام، ثاني مره يبقى التاج الثاني، الثالث التاج الرابع والاخر. طيب انا هسيرش على التاج اي دي، هجيبه ازاي؟ عرفنا من الام او دوت ايه دوت فايند، فايند اول الفايند هيقول لي اسم التاج ايه، هقول له التاج اسمه اي دي وانا عايز التكست اللي جواه كده. جبت التاج الاي دي اللي موجود، اقارنه بالايه؟ باللي مبعوث لي اللي انا ببحث عنه، اقارن باللي مبعوث لي اللي انا ببحث ايه؟ ببحث عنه. فاقول له اف ان التاج اي دي لو طلع بيساوي الاي دي اللي فوق تمام؟ حلو جدا. ايه اللي هتعمله؟ شوف الحاله دي الاكزيستس هتبقى بترو، الاكزيستس هتبقى بايه؟ هتبقى بترو. وطبعا انا ليه عملت كده؟ كمان هو ممكن على طول ريتيرن ترو وخلصنا، عشان حتى ال عشان الفانكشن تقف، يعني لان هو جوه لوب دلوقتي، فعمل ريتيرن ترو كله وقف وخلصنا. لا، اما لو عدى الاف وعدى الفور فمعناها ان هو لف 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 ولا مره جابت ريتيرن ترو، فبالتالي بالنسبه لي هي ريتيرن ايه؟ ريتيرن فولس. قريبا من السيرش، هي سيرش بس سيرش من غير عرض بيانات، يا لا سيرش بعرض ايه؟ يا لا موجود ولا مش موجود؟ فكره بسيطه يعني. والله احنا تقريبا
لو نزلنا كده فين سيرش فور انتري، سيرش يمكن الاكزامبل رقم 17 تقريبا هي بالظبط. احنا طبعا عاملينها بس احنا كنا مدخلين هنا الاي دي، انا ما خدتش بالي عاملينها هي سيرش فور انتري ويرد عليا، بس هنا بيرد عليا بريتوب وفلوس، وده صح. فكنا المفروض هي نفس الفكره دي بالملي، بس الاي دي كنا باعتينه هنا بارامتر وخلص، هو ارجمنت وخلص، ما كانش محتاجين ان احنا يقول لي، بس احنا كنا بنزود ان احنا لما يكون موجود كنا بننادي على البرنت، هنا مش بننادي على البرنت. يعني في اختلاف ده، يعني في اختلاف بسيط ان الاي دي مش موجود والاصل، ونحنا بننادي على البرنت ماشي اتس اوكي. لكن احنا ولا بننادي على البرنت ولا حاجه، بس بنديله ترو فولس وخلصنا، ولا بنبعت بياناته اصلا. يعني لو لقيناه احنا ما بنبعتش البيانات بتاعته من اصلا. طب احنا ممكن نعمل ريتيرن ترو ونقول له ريتيرن الان وتبقى خلصت حلت. يبقى انا جمعت ما بين الايه اكزيست وما بين الايه الفايند اللي هي السيرش، بالنسبه لي بقت واحده. لو جيت قلت له نوت ايه ام خلاص كده بقى بالنسبه لي خلاص جاب ريتيرن فولس، معناها ان مفيش انفلي. انس يبقى على طول في بيانات، انس يبقى على طول في ايه في بيانات. بس شوف بقى انا هبعتها تطبع ولا هعمل لها ايه، تبقى قصتي انا بقى. دي كده كانت الانفلي اكزيست، يرد عليا بترو او فولس، او يرد عليا بفولس لو مش موجود، او يرد لي ببياناته لو هو موجود. دي كانت الايه فكرة. ماشي بقى، هما ولا في اسئله؟ واحنا ينفع يا دكتور يعني مثلا نقول ام اف ام ديفايند اي دي بالتكست ان الامبلوي ان الام ماشي واعمل ريتيرن ام او ريتيرن ريتيرن ترو او ريتيرن فولس. جمع بقى الجمله على بعضها وقولها لي مره واحده. يعني بص يا دكتور، واحنا كنا خدنا مثال مع حضرتك ان احنا عملنا على طول من غير ما نعمل فاريبل تاج اي دي، فعملنا خلاص استدعينا على طول الام بي ديفايند اي دي، وقلنا هو ان ال اللي بعد فور ام ماشي، ان احنا بندور عليه بنتشيك اول ما هو موجود ولا لا، من غير ما نعمل من غير ما نزود الخطوه بتاعت ايه في التاج اي دي. لا دي مش خطوه، يعني طبعا الفكره بتاعت ان احنا الفاريبل جبنا قيمه حطينا جوه الفاريبل وكده بنسعى على الفاريبل، دي طريقه معتاده مع المبرمجين، احنا دايما بنعمل كده تمام. ليه؟ ما بنحبش الاسطر تبقى طويله، بمعنى ان ده بالنسبه لاي حد، عين اي حد يقع عينيه عليه مفهوم.